السلام عليكم. أنا اسمي طارق هلال وأنا مدير في منظمة Conflict Dynamics International CDI. اليوم سأتكلم معكم عن فكرة الوفاق السياسي. الوفاق السياسي هي فكرة مبتكرة وعملية صممت لمساعدة الأفراد والمجموعات المهتمة بالمصالحة والسلام بما فيهم الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، الفئات المهنية، المجموعات النسائية والشبابية، المنظمات الإقليمية والدولية، والحكومات على مستوياتها المختلفة. منهج فني لتطوير ترتيبات حكم وعمليات سياسية لبناء السلام. الوفاق السياسي يؤيد في تطوير نظم حكم قادرة على أن تحتوي على آراء متنوعة ومصالح متنافسة. المنهج يحتوي على 3 أدوات فكرية وهما مرتبطين ويكملوا بعضهم. الأدوات الثلاثة تتضمن الآتي: 1. تعريف رسمي ومؤشرات للوفاق السياسي الفعال. 2. إطار تحليلي يتكون من 6 عناصر. 3. نظام لإنتاج خيارات فنية تؤدي إلى الوفاق بين المصالح. التعريف الرسمي الذي تستخدمه Conflict Dynamics للوفاق السياسي كالآتي: الوفاق السياسي يتضمن أهداف وترتيبات وعمليات ونتائج التوافق المتبادل حول الآراء والمصالح السياسية المتنافسة للمجموعات المختلفة. المؤشرات للوفاق السياسي الفعال 4: 1. العدالة في التمثيل السياسي. 2. عدالة التأثير على اتخاذ القرار. 3. درجة وفعالية المشاركة العامة. 4. فعالية التوفيق المتبادل. في الوفاق السياسي لا يكفي منح الأطراف المختلفة مقعداً على الطاولة، بل يجب منحها فرصة عادلة في المشاركة في اتخاذ القرار. ومن المهم للغاية توفير وسيلة للمشاركة العامة تساعد المشاركة العامة في تحسين الترتيبات التي يتم وضعها. الإطار التحليلي للوفاق السياسي يتكون من 6 عناصر. 6 عناصر تساعد في دراسة الترتيبات القائمة وفي إنشاء ترتيبات جديدة. تتمثل العناصر 6 فيما يلي: الهيكل السياسي، النظام الانتخابي، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، المشاركة العامة، والترتيبات التقليدية والعرفية. توفر العناصر 6 إطاراً لوضع ترتيبات سياسية يمكن أن تنجح في استيعاب المصالح. العناصر 6 تشجع التركيز في مصالح الشعب وتنشئ صلات واضحة بين الترتيبات المختلفة على المستوى القومي والولائي، يتجاوز التفكير الضيق على تقاسم السلطة. لاستخدام المؤشرات والعناصر 6 بطريقة عملية، Conflict Dynamics طورت نظام فيه 7 خطوات. الخطوة الأولى تتكون من دراسة الترتيبات القائمة للوفاق السياسي. قبل أن نطرح ترتيبات جديدة أو نصلح ترتيبات قائمة، من المهم أن نحلل الترتيبات الموجودة ونعرف سلبياتها وإيجابياتها. هذه الخطوة توصف وتصنف وتحلل الترتيبات القائمة الرسمية والغير الرسمية. كمثال، في هذه الخطوة يمكننا أن نسأل: في دولة متنوعة الإثنيات هل توجد في الدستور آليات تحتوي مصالحهم المختلفة وهل هي كافية؟ الخطوة الثانية تتكون من تحديد وتعيين المصالح السياسية. الهدف من هذه الخطوة تعريف المصالح لإدخالها في ترتيبات الحكم. الخطوة الثالثة تعريف مجالات الفرص للوفاق السياسي. بناءً على تقييم الترتيبات الحالية وتعيين المصالح، ما هي الفرص المتاحة للوفاق السياسي؟ كمثال، هل توجد عملية لمراجعة الدستور أو مبادرات للحوار السياسي؟ الخطوة الرابعة دراسة الاعتبارات. تشكل الاعتبارات العوامل التي ينبغي مراعاتها لبناء نظام مبني على الوفاق السياسي. على سبيل المثال، العوامل البيئية، الحالة الاقتصادية، والمعايير الدولية. الخطوة الخامسة مبنية على الخطوات السابقة. هنا نستخدم العناصر 6 لتطوير آليات وترتيبات حكم لإنجاز الوفاق السياسي. ممكن في هذه الخطوة الاستعانة بدراسات لدول أخرى فيها نماذج للوفاق السياسي. نماذج الوفاق السياسي متعددة وتوجد في مجموعة واسعة من الدول مثل إندونيسيا، كندا، وجنوب أفريقيا.
هنا Conflict Dynamics طورت أكثر من 25 دراسة لكي تساعد في هذه المهمة. هذه الدراسات عن تركيا، لبنان، ماليزيا، إثيوبيا ودول أخرى أيضاً. الخطوة السادسة هي المشاورة والحوار عن الترتيبات المقترحة مع ممثلي المصالح المختلفة. الخطوة السابعة التنفيذ. كل هذه الخطوات ممكن أن تكرر لتحسين النتيجة، وليس من اللازم أن تتبع بالتسلسل المطروح. هناك من يفضل أن يبدأ بتعيين المصالح، وهناك من يفضل أن يبدأ بفرص الوفاق. الأدوات الفكرية، الإطار التحليلي ونظام السبع خطوات معاً يشكلوا منهج عملي وفني لتطوير ترتيبات حكم تنجز الوفاق السياسي والسلام. بالطبع هذا المنهج لا يضمن الوفاق بين المصالح، ولكن نرجو أن يساهم في بناء السلام. لمعرفة المزيد عن الوفاق السياسي زورونا في موقعنا www.cdint.org.